سلام نور السرور. ما في علاج للحزن. ما توقعت اني بحزن. والله كان يصير معي اليوم في موضوع. رجع لي الموضوع. اربع كلمات، اربع نصائح. كذا وكذا وكذا وكذا. انا طبعا يجيني والله. طيب عسل. بس توه يقول لي اليوم او امس قلب اصارحك بشيء، تدري كان قلبه طايب. قلب اصارحك بشيء ولا تزعل. قلت له كنت ما احبك. كنت ولا ما كنت ما احبك ولا احب اسولف. علما اني اجيك احيانا وافضفض لك بس ما احبك. احس ان عندك العلاج بس اني ما احبك. الين قبل اسبوع قلبه طيب. صدمة والله. والله صدمة. والله أنا كنت متوقع إنه هو. بس يوم شفت النتائج تغير سنة بكرسي. ها؟ توقعت ناصر على بريك. دايم السبت يكون كئيب وفوقها برايم. ها؟ وفوقها برايم. هو خلق اصلا السبت كذا خلق. نل من زمان ترى السبت، من ايام كانت ايام الدراسه السبت ولا يوم جات الاجازه عشان بكره دوام. وزادها طين بله الحين ذا البرايم. صدق عندي احساس كذا من الاسبوع الجاي ولا اللي بعده بطلع. هذا زي الموت درب كلنا ماشيين فيه. والله العظيم تحتريه متى يجيك. كنا امس طلع ريان اللي معه امس. ترى هني الحين ثلاثة أسابيع كنا أمس. كم السلام. عاد إلا نايف واحد. أنا جاني اليوم تبلد مرتين يا أخي. ما عاد قدرت أقوم يا أخي. تحس من اللي عاد يقول تحس من اللي عاد يقول حتى أبو وطأبو ورقعت عوردك أبو علي له وجود المكان. أقسم بالله إما بأثر طيب ولا بشعر ولا بصوت ولا بكلمة. من اللي عاد يقول سديد ومطلق سديد. عاد نقول سديد. سبحان الله. أقرأ في قصة من سيارة السلف. قريت كلمة وجاء في بالي هو. وش؟ ربعي بن عامر يوم دخل على شو اسمه رستم. يوم قاعد ينم. قلت الله. إيه. قال هل أنت أميرهم؟ يقول له رستم مدربي. قال لا لست أميرهم ولكن صغيرنا يأمر على كبيرنا ويطلع ويعني وأمره ماشي في صغير في كبير. صغير امره ما شفته. هذا هو يقول مطلق اللي يسد عننا كل عز الله ان ابو محمد. عشان كذا وش اقول دائما ممكن اقول بيت العيال
ولا يجي في خاطرك مهما كان. مهما كانت الكلمة جارحة وتلقى كل أبو للأسف ترى لا نلعب على أنفسنا للأسف كل أبو زعلنا عشان وش؟ عشان الجمهور، جمهوري لا يشوفني جمهور. ونعم جمهورك ونعم جمهور كل واحد لكن لا تخسر رفيقك. إيش تبى بذا؟ بذا لا تعز منه يا هم بيقولون الله يستر عليه كان ولا بيقولون في نفسهم ذاك. خل كلمة الله يستر عليه الكلام الجميل خل اسمك يمر وانت ما انت موجود. نظارة ليه؟ شو ما يعرفونك يعني؟ شكرا حبيبي. ترى شخصية كبيرة طارق. أنا؟ طارق. طارق بس ليه نظارة؟ ليه ما أدري؟ شخصية صح؟ لوك جديد يا طارق. لا عشان الجمهور. ما بيحكي. ما تكلم بعد. بالإشارة. أحش يا طارق. هو يضحك ترى طاحت. لا لا هاي عدل هاي حطها على. نروح نجيب فطاير. تبني حلا أنا أبغى. حلا ما شاهي. أنا فيه ماء جافيني صح؟ لا خفيف. بصخ ولا ما بصخ؟ لا والله مو بصخ. لا وساخة الماء لا بصخ. لا مو بصخ أبيض كذا خفيف بيروح. ما عادي. إيه ماء عادي. أبغى حلا. أنت مر مع سيبولد صح؟ الحين ابو محمد مساك الله بالخير حب. انا اقول ميد المتابعين دائما والمشاهدين يا الربع لا يفوتكم محل بياله شاهي شد يروحون لبياله شاهي اللي في الخرج على شارع الملك عبد الله طريق التشاليح مقابل مطعم الخيار لا يطلبون سمبوسه. سمبوسه صح انها رقم واحد عند انا ادري انها لذيذه وكلهم لكن يطلبون شباتي دجاج. وليه ما جبت لنا شباتي دجاج؟ لا هذا خاص للي في شو اسمه. والله هم اجيب لنا شباتي دجاج خل عنك دجاج. والله العظيم مجنون. تكفى يا فلاح. اذا ما عجبهم اذا هذه سمبوسه اجل وش الشباتي؟ اذا ما عجبهم الشباتي دجاج يرجعونها. عاد اقول لك حاجه. يرجعون دراهم. اقول لك حاجه. نبه. انا بقول له حاجه هنا. تفضل. زاد فضلك. شفت الشاهي انا ماني بحبه صراحه. اقسم بالله العلي العظيم. من يوم فتح بيالة شاهي اني يوميا اشرب لا وعلى الريق. صدق ان سيف يقول والله العظيم اني احسب ان سيف يكذب. اقسم بالله يا فلاح عند الحاصل ما ذوب الشاهي ماني بحب. لا انا عادي اشرب بس ماني بحبه ماني مفضل. خصوصا شاهي حبك. لكن اقول لك حاجه على كبدك اليوم 90 لا والله على كبدك. ما كنت تقول انا لازم اطلع قررت خلاص والله نعم اسبوع الجاي لا وهذا اروح. لا تعقب من الفنجان اذا ما طلع اسبوع الجاي راح معقب كله. راح اسمك تلعب علينا بالحكام. يقول لا تعقبني الفنجان اللي طلع اسبوع الجاي. انت ما تعقب الفنجان اطلع ولا ما اطلع والله اجل الله ما تطلع اسبوع الجاي. بس بصير بدخل لستن. لستن لازم ادخل. حلو والله لذيذ جدا جدا صح انه يوتر. لا ابي ادخل البرايم وارجع. وقلق هو شو اسمه قشران هو يا شعور البرايم والخوف وليد قشران يا هو يوتر. انه ايش؟ حط ايدي في كبدي وشو؟ شعور البرايم. لا والله ما اقسم بالله احنا على اعصابنا انت الرجل كان مرتفع يوم جاف الاحمر شوي يدوخ. الله ما طمنته وانا كفو يا ابو ظافر. نعم هذا فوق كلام وتحت كلام. نعم لازم الدنيا تقلب في يوم وليله. ولا جاني وجع بس والله ظهري بس وش اني قاعد الشبكه ذي توجع. ايش قلت معي ذكرى؟ عادي اكل. لا ايش قلت لك؟ ايش كنت ما بقيت؟ ها؟ عن البرايم. قلت ما تطالع زين. انا معلمه من امس من قبل امس. من يوم دخل الليستن قلت ما فيه. طلع ما انت بطالع. يا اخوي ما ودي ما فيه ليستن. طلعهم برايم اخلعهم. اخلعهم. تعال. لا تجيهم يوم السبت. تعالهم اي يوم. كذا لا. فلان استبعاد طلوع خروج. ما تدري الملك في يده هي. تدري شو احسن طريقه؟ انهم ذحين رجعونا كلنا خلصوا البرايم يرجعونا كلنا بعد ساعه يطلعون فلان فهمت نزل الشاشه. قصدك وانت توتر على اعصابنا ساعه. ايوه اذا عزلهم طريقتك مي بزين الحمد لله انك ما انت عندك القرار. والله اذا يبون يطقطقون على يسوون ذا الحركه. ايش يسوون؟ الحين النسخ خلصنا قبل يعلن النايف رجعنا كلنا خلاص رجعوا القريه.
حسب النقاط خلاص ارجع قريب ناخذ ساعه عقب الساعه يعطونا نغمه اوكي اقتلك زياده الحين يا رجال يا اخوي يدخل زياده الشهري فلان 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 كذا يلا وقفوا على عتبه البرايم وقفوا على عتبه البرايم مثلا ناصر بريك ما زال لي شكلك انت برا انا اطلع برا ما عاد ربك يقهرك يقهرك ويفسك ويقهر ما معك ويقهر المشاهد ويقهر العرب اخي سبحان الله الفراق صعب إيه؟ حتى وانت عارف انك بتقابله انت بتقابله انت بتقابله الاسبوع الجاي انت بتقابله الشهر الجاي بتقابله تعرف مثل انت وفيصل وريان بحضر عارف انك بتقابله بعد شهر بس الفراق هذا يجنن الواحد سنه خبل يا اخوي انا كنت اول صدق والله اني احسبهم كذابين حتى قسم بالله اللي يقول اوه انا مالي في شق يبكي وانهم يبغون تصاميم وانهم يبغون احنا اي احنا كنا نقول كذا والله العظيم انا غادي كني ورع من يوم دخلت القريه وانا في دبو والله اني مدري والله العظيم غادي كني ورع والله العظيم غير كل شيء انا ابتي والله اني مثلك يا شيخ كل اسبوع والله العظيم اني كنت اضحك على ولدي عاصم اقول انت يا ولد لا تصير بكايه كل شوي تبكي كله هذا الحين انا لا جاي مو الحمد لله رب العالمين احد الميت هذا بلا ابوك يجيك عاصم يقول لا تصير بكايه وببكيك شوف انا بقول لك شيء يا شيخ حتى وانت تدري انك بتفارق الشخص هذا ليه جاء الوقت اللي بيروح فيه يا اخي عظيم الشعور انا اقول لك اختي كانوا ساكنين في تبوك 14 سنه او 12 سنه لا اله يروحون في ايام الدراسه واذا جات الاجازه يجون عندنا لقد هي بتمشي اليوم اللي بتمشي فيه ادق سلف موترين واروح ما اجلس اوادعها ما اجلس اوادعها ما اقدر اتحمل هي اغلى من روحي ادق سلف موترين واروح لاخويا الرياض اجلس عنده الى هنا تروح لا رحت راسلتها واتصلت عليها اما اني اشوفها هي رايحه مقفضه عفشه الله يحفظها ما اقدر صعب صعب انا يوم اني دخلت البرنامج ايام التصفيات قلت ميد الشايب امي قلت انا بقى اروح وبعود عليكم قبل البرنامج بعود عليكم يلا واقعد التصفيات تعرف حن ليه يوم الجمعه ويوم السبت التصفيات الاخيره لاني ما احب لحظات الوداع ابدا ونقعد التصفيات يا طويل العمر ويوم السبت جات اسماءنا يوم الاحد ندخل ما قدرت تروح ما قدرت اروح وألمتني جدا ولا احب لحظات الوداع ابدا لكن اتصلت عليهم قلت انا طيب وخير وبدخل البرنامج والله يحفظكم ويستر اموركم انا تلقت في الفراق اصلا تدري اكثر واحد يحزن من تقطع قلبه وليد خالد ايه ذا اقسم بالله شفت الحزن اللي يجمعونه الشباب كله يغدي في صدره ولا يقدر يبكي والله انه في صدره وساكت والله العظيم انه عادي اقول انه يسولف لي اليوم يقول اقسم بالله ان في صدري حزن وهم وضيقه لا يعلم بها الا جليل الملك انا قايلها قبل اسبوع او اسبوعين ولكن ما اقدر ابكي في حزن يكتمه في صدره ولا يطلع الحمد لله اعرف اخوياي كلهم موجيهم اعرف اخوياي كلهم موجيهم الضايق والمستانس والله العظيم لا اله الا الله يا عبد الله العتيبي عبد الله العتيبي يكتب عبد الله على الاقل يبين شوي لكن يكتمها بابتسامه يكتم حزونه بابتسامه
ها؟ ليه؟ بهي نص ساعة؟ ستة ساعة؟ كويس وش ذا؟ صح دقيقة 200 200 في 30 دقيقة ب 6000 اخ 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 وانت مش تخبي الجوال حبيبي لو انك شاري لك جوال كان ارخص لبك ابدك وكبد بيك يا الربع شاهي تعبان والله انت على طول شاتم من قاعد يرفض دف ايده اي القمه ايوه ذا الحين كيف الطريق الى وصالك احذف يمين واحد لبيك اوه والله انت يا رب يكثر خيرك الا شنعر زين شاي جديد كم باقي له يخلص لا حد يصب منك خلص قل له خلص قل بعد ربع ساعة تعال عشت عشت يا ابو لان يختلف الطعم يقول كل باليمين لا شكرا بروح مجلس النشامة نقسم الجلسة خدوف انت عيشت جوا في شيء في شيء هو اكيد صار الشيء اليوم اوف كوينه هذيك طعشتها ما يا اخي انا والله العظيم اني ودي اراجع موجود لا انا اليوم انا اليوم ولا بكره بروح اراجع جينيس الارقام القياسيه اطول زكمه مرت علي في حياتي من كاريزما 2 الى 43 لا واضح انها مكمله ما ادري يا اخي هو ها مزكم كل شيء مزجل صوت وصورة كم يمزكم كم يجوب الظاهر وقعد 90 يوم 90 يوم زكمة ما أدري والغالي هالجيوب هالأيام ذي ولا خابر والله أنها لا تعطيني رياكشن إنك ذا إنك لا لا إنك شاري جد والله ترى ممكن جيوبهم فيه لا يمديك تشتري جد عقب السراب اللي شفته الحين الحين رجال هات أنت أغلى من الفلوس وماسك عسل النجومة ترى زين الصدق والله إنك صادق صادق لا مو والله اني صادق والله غضبت صادق متحدث رسمي باسمي وباسم عسل النجوم والله ابو جديد اني صادق والله عطى عسل تفضل محلك الله يعطيك العافيه والله انا صدق على الريف والله ابو ناشر مالك عسل نجومه والله ترى زين مسوق وهذا متحدث رسمي انه يزيد لنا الكميه في هذا عسل الشباب الله يهديهم قاموا يكثرون وزين ثم قال يراد فتح الباب شوف العسل العسل فيه فيه طريقه مجربه وعلميه وكل شيء زين اللي هي ان بغيتها للباطنيه لا تزود علي الارض او بغيتها للصدر دامك حلف تفشل كم الساعه او بغيتها على مقال صحيه بشكل عام نعم مقلوبه اللي هي اذا قمت من النوم الساعه 4 ونص من يخش تاخذ لك كاس ماء زين شنو وملعقه وتحط ملعقه عسل وعلى مقال وتخلط نعم وما دافي وتشرب على الريق تقعد نص ساعة لا لا ساعة لا والله انت اقولها جعل بالعافية اذا ما شفت الفرق اوف الصدر نعم اسكال ايه اللي يتعبك خابرة فيه شفاء شراب وفيه شفاء يعني غذاء وشفاء والرسول عليه الصلاة والسلام جاه رجل يشتكي بطنه البطن وش يقولون يسمونه بيت الداء مشاكل دائم في البطنية زين فقال جاء الرجل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول اسقه عسلا شف هذا وصفة نبوية زين بنص إلهي لأن فيه شفاء فممتاز
أنا يا أخي ماني برايح بعيد، واحد من أخوياي أتعب القيلول والباطنية، والله العظيم إنه أخذ عسل زين إني جايبه لك، قلت له اسمع أسبوعين. لا هو ما هو بنجومة لكنه أهم شيء إنه أصلي، مثلا زي نجومة أصلي عرفت. فالشاهد إنه أخذ، أقول له أنا أسبوعين، قال لي والله يا عبد الله إنه من أسبوع من خامس يوم، يقول له اختلف الموضوع معي، اختلف الموضوع. مبارك بعسل سدر طبيعي 100%. فاجاني يا أبو علي هذي كان ثم. لا. ربع ساعة. على طاري الأبيات الربع أظهروا ما في خطرهم الليلة من ذا البرايم. عبد الله ما شاء الله عليه. تبين مشاعره على وجهه حتى لو إنه كانها. ما أبو جديع و. ابراهيم ابو عواد غدا علينا ذا البرايم عقوبه اوبا في كل سبت يبحثون الضماير الضماير والعين والعين تظهر دمعها كل نوبه على الخدود تهل صاف العباية وكل مالها الضيق الحلقه الضيق الداير تلين هذا هذا برنامج الله الامن هالشيء هذه تكفينا كلنا كل ابونا لكن هذه سياسة في البرنامج. حنا والله أنا بتكلم والله عن نفسي وعن الأغلب الموجود زين، لأني متأكد والله الحزن أما الحزن هو ينتابنا كلنا، لكن عشان قد ما نقدر نحاول إن نكبر نعم لأسباب كثيرة منها ما ودنا يعني على ما قال أهلنا يشوفونا حزنانين ويشوفونا ف تردع وفيه منا من وفقها الله واستطاع وفيه منا ما استطاع تردع الدمع العزيمه وانا مصخيبها الله يستر عليه يا ابو محمد. انا كان ابغى اقول له كلمه في خاطري وراح، والله اكثر شخص تحمل مني كلام من هنا في اليوم اقول عليه بعض الكلام وهو ما شاء الله عليه خاطري وسيع، وانا لا خليت شوي عودت عليه قال رجال قلبه ابيض من هاللمبه اللي تشوف ما شاء الله عليه ما يشكل اي شيء تقبل كل شيء عشان عشان طب رب قرينا اعوذ بالله يا مسني غفصني يا الله يا بلا ما شاء الله عليه. جيت قلت اظهري ولا راسي حط اشماغ قرطب مره ما ذاك اليوم شد فكه من يوم ما قرطب يا رجال يحط الخطو الحركات ذي الخطوات حقته لانهم المشاهدين ما شافوها يجي طال عمرك يحط راسك داخل الشماغ تقول بيخنك يغطيك زين ما تدري الا من حيث لا تحتسب تقول ايه الجبهه تصير اصبع اخر مره طق 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 خبر اللي يجي عند العيون منه مثل النجوم ايوه الزغله الذي ما ادري وش ايوه واكل من هذول وجهنا وقد من يوم دخلنا يمكن خمس مرات قرطب جبهتي وراس وناخطي منه وال تدري وش منه؟ تك يا محمد اليوم يوم كانت قرطمي وانا ما فيني العافيه. لا واحده بواحده. اول ترى اول من قرطه قفت هنا. عقب كان على عيني زي الضباب فطلع نظري. اي ما شاء الله عليه. لا لا جيته طول عمر وكان قولوني يوجعني. امسكني يا طول عمر والسلام. كوي. كوني انت بكرامه في اظافري الكبار على طفر. هو عارف كوني في مو خرج لي وش اسمه؟ في بطن رجلي. العرقوب. العرقوب ذا اللي تحت. وفي بطن رجلي. وفي بطن رجلي. ها ما ادري انا اتخانت انا ريال ما ادري مزعت ولا مزعت تدري وش هي هذه؟ وشو؟ هذه الجيوب الانفيه سبحان الله. شوف انا في حياتي مروا علي اثنين حقين الطقطقة الجبهه ذي اللي علاج هو نايف استمر قفلت الصيدليات ما شاء الله عليه لا علاج كل شيء اثنين اللي شفتهم يسوونها انت يا نايف اليامي وواحد كان اسمه هادي اليامي زين اترك مع الطب تعينه تعينه قرطب يقرب لي ان كان يسمعني يا مسيب الخير كنت ف طالع